قولوا لي لما اتنشر البحث في نيتشر ايه اللي حصل؟ النشوة. تامر خلي تامر النشوة. قول يا تامر قول يا تامر دكتور تامر. بص حضرتك هو طبعا احنا كباحثين ودي حتى كمان مش في مصر هنا في العالم كله لما الواحد يجي يترقى او بيبقى بيبصوا على طول على النشر بتاعه مجمل النشر بتاعه صح. والنشر متنشر فين في انهي مجلات هل في مؤتمرات ولا مجلات وفي كل مجله ليها حاجه اسمها امباكت فاكتور يعني التأثير معامل التأثير بتاعها عامل ازاي ففي يمكن مجلتين مشهورين في العالم كله اللي هو نيتشر وساينس الاثنين دول معروفين لكل العالم اللي هو يعني ايه اللي بينشر يعني الحاجات اللي بتنشر هناك هي اي مجله اي حد يبعت اي بحث للمجله بيبقى عنده محكمين بيبصوا على الابحاث دي ويبصوا عليها ويشوفوا الكلام ده منطقي مش منطقي يرقى ان هو يتنشر في المجله دي ولا لا فلما حاجه تتنشر في احد المجلتين دول زي ما الدكتور هاني قال خلاص يعني ده ايه يعني عدى خلاص مفيش نقاش على يعني اصل هذا الموضوع يعني اختصرته 3 ارباع المعركه يعني من غير ما تجهدوا يعني برضه بلاش كلمه معركه دي يعني لا انه يطلع بحث بشيء جديد في مصر ويبقى جزء كبير من الفريق مصريين اكيد دي معركه يعني اكيد يعني ما انا سمعت النهارده تعليق واحد دكتور زبيل عندنا في الجامعه بيقول لي من نشر في نيتشر دخل الجنه انا انبسطت جدا والله العظيم والله العظيم بس يعني هنقول ايه حتى ساعتها قلت له يعني طب يعني انا كده خلاص عديت الحمد لله من نيتشر دخل دنيا العلم بجد يعني طبعا 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 شرف كبير جدا لينا في يعني كل الناس مثلا يجوا يباركوا لنا مثلا سواء في جامعة عين شمس أو في القاهرة يقولوا مبروك على النشر العلمي يعني مش يعني إحنا مش على البحث عن مش على البحث وعلى الهرم وكده لا مبروك على إن إحنا نشرنا في نيتشر هو النشر ده أنتوا خلاص خلصتوا كل الترقيات بتاعتكوا صح؟ دكتور هاني خلصها من زمان جدا يعني من زمان في لسه ترقيات عندكم أنا لسه يعني على الفوركروك على الإيدج إن شاء الله أيوه بس ده هي أكيد هيرفع الريتنج جدا مش هيرفع الرانك بتاعي بس كمان هيرفع الرانك بتاع الكلية وبتاع الجامعة جامعة إيه بقى؟ جامعة القاهرة وعين شمس كمان وعين شمس كمان بصي حضرتك كنا بنتناقش كتير ويمكن حضرتك كنت من الناس اللي بتقولي هذا الكلام على ترتيب الجامعات أو الرانكينج بتاع الجامعات الرانكينج بتاع الجامعات حضرتك بالذات شنغهاي اللي الناس كلها بتهتم بيه بياخد في اعتباره ما ينشر في الجامعات في المجلتين دول بس خلاص فاحنا ساعتها عشان نشجع قلنا الباحث اللي هينشر في نيتشر او ساينس الجامعه هتديله مكافاه 50,000 جنيه اوف وطبقت انا عارف دلوقتي بيقولوا ان المكافاه دي زادت فانا سعيد ان احنا الفريق هياخد المكافاه الجديده هياخد المكافاه الجديده كام بقى يا دكتور مش عارف والله كام مش عارف بس انا كنت سامع اشاعه ان احنا بنتكلم في 200,000 جنيه وحاجات كده بس يا يعني ربي عشان الضرايب بقى وعشان الضرايب والكلام ده احنا مبسوطين على فكره مبسوطين طيب الفريق العلمي ده افهم من كده انه جزء منه يعني او الجزء الفرنسي فيه كان كبير بصي لا الـ احنا عندنا الفريق فريق مصري فريق فرنسي فريق ياباني فريق كندي عندنا في الفريق الياباني جامعتين او مؤسستين مختلفتين بيشتغلوا معانا احنا برضو حضرتك حتى النتيجه اللي احنا طلعناها دي ما طلعتش بفريق واحد طلعت بثلاث فرق مختلفه بثلاثه تكنيكس مختلفه شافوا نفس الحاجه حاجة حتى لما تشوفي تعليقات العلماء بره بيقولوا ايه لو ثلاث فرق التلات علماء استخدموا تلات طرق مختلفة وبيشوفوا نفس الحاجة رصدوا نفس السيجنال اللي موجودة ده بيؤكد صحة هذا النتيجة الكلام. فما بالك بقى ان التلاتة دول رصدوهم وخمسة محكمين او ستة محكمين رجعوهم فالكلام ده تم اكبر فريق عندنا هو الفريق الياباني الحقيقه عندنا يلي الفريق الفرنسي الفريق الفرنسي فيه اكتر من فريق جزء بيشتغل في الثلاثي الابعاد مع الدكتور تامر في جزء بيشتغل في الانفراريد وفي جزء بيشتغل في الميون اللي هي مؤسسه الطاقه الذريه الفرنسيه وما عادش بقى نيتشر لما تيجي تنسب البحث ده ما تنسبوش لحد تنسبه للفريق اللي عمله حضرتك 37 اسم موجود على المقاله كم مصري فيهم أربعة
4. طيب انا عايزاه توصفوا لي برده شعوركم انه في ليله كده مصر كلها كل اللي متعاملين مع الانترنت كلهم عاملين يقروا ايه كشف اثري مهم، حاسوا ان في حاجه مهمه جدا بس كلنا مش فاهمين حاجه. ايه شعوركم انه الناس مهتمه جدا بحاجه انتوا عملتوها بس ما حدش فاهم حاجه؟ ده حاجه ضايقتكم ولا لا عادي ايزي انه الناس مش مطلوب منها؟ لا بص عايز اقول لحضرتك حاجه، هي الفهم او المعرفه دي بيعتمد ازاي كنت توصلي المعلومه للناس. طبعا احنا لما نشرنا في نيتشر ليها قواعد في النشر وليها قواعد في الاعلان. على فكره احنا ما اعلن، مش احنا اللي اعلنا، نيتشر هي اللي اعلنت، نيتشر هي اللي اتصلت بالصحفيين، نيتشر اللي وزعت المقاله على الصحفيين بتوعها قبليها باسبوع، وهم اللي حضروا كل حاجه وهم اللي بعتوا الكلام. احنا حضرتك الناس بتبص لنا، يعني الناس ما بتسالنا على كذا حاجه، هو الفراغ ده ايه؟ واحنا ما بنعرفش نجاوب عليه لغايه النهارده، واخده بال حضرتك. الحاجه الثانيه بتقول طيب دي تكنولوجي جديده وكويسه عندنا في مصر منها؟ ده سؤال تاني بتطرح علينا. نمره 3، ازاي انتوا عرفتوا تنشروا في نيتشر؟ وعلى فكره انا عايز اقول برضو حضرتك كنت قلت مقدمه كده على ان احنا بقالنا، احنا والله ما بنتدلل عليكم ولا حاجه، بس احنا كنا ملتزمين بالتعليمات اللي اتفقنا مع وزاره الاثار. اتفقنا مع وزاره الاثار ان ما فيش اعلام عن هذا المشروع الى ان يتم الاتفاق. لما احنا قدمنا المشروع بتاعنا ونتائجنا في سبتمبر، اللجنه العلميه واللجنه الدائمه للاثار المصريه طلبوا منا طلب بسيط جدا. الحقيقه احنا كنا محبطين ساعتها، عشان نبقى بقى بنتكلم في قعده صراحه، يعني انه قالوا لا مفيش اعلام بس تقدروا تنشروا علميا، لو نشرتوا علميا تبقى النشر العلمي يكفي. فكان التحدي للفريق الحقيقه، وده انا بشكر الفريق سواء اللي موجود معانا هنا في الاستوديو او اللي موجود مش معانا في البلاد الثانيه، كل الفريق العلمي اللي ساهم في البحث ده. ان الفريق حضرتك كله بدون استثناء مده من 3 لـ4 أسابيع قدرنا نحول التقرير إلى مقالة علمية، والمقالة العلمية أرسلت لي نيتشر، ونيتشر حكمتها وقالوا الملاحظات أو الاستفسارات اللي عايزينها وردنا عليها وخدوها. هم ما بينشروش كده على طول، لازم يمتحنوا طبعا. لا ما بص حضرتك ما فيش مجلة علمية في العالم كله تقدر تاخد مقالة كده، لازم تتحكم، عندها محكمين. النيتشر بتودي 3-4 محكمين. وعلى فكره برضو عشان نقول الكلام بتاعنا ده، هل نيتشر بعتت المقاله دي لعلماء فيزيكس بس؟ لا، بعتتها الاثريين برضو، لان احنا عاملين ده على اثر. فكوني نقول الكلام ده، يعني الكلام ده لو كان منشور قبل كده ومعروف بالكلام ده، نيتشر ما تنشرش حاجه اتنشرت قبل كده. بالتاكيد بالتاكيد. يعني عايز اقول حاجه، انا بنتهز الفرصه دي الحقيقه وبشكر زمايلي، ها، وانا بقول احنا كلنا زمايل. الفريق ملوش رئيس، احنا كلنا بنشتغل مع بعض. عندنا صعوبه جدا لان كل فريق جاي من دوله، وكل دوله ليها كلتشر وليها ثقافه وليها طريقه عمل، بس احنا بنقول ايه، احنا كمصريين نجحنا ان احنا نلم الفريق ده، الناس دي كلها، ها، ونعمل حاجه احنا فخورين بيها طبعا. ان مصر مده اسبوع او مده 48 ساعه احنا الفيرست نيوز او الخبر الاول في كل صحف وتلفزيونات العالم. البحث العلمي والنشر في النيتشر وطريقه عرض البحث ده وتكوين الفريق اشعرنا بحاله بشكل مختلف من الفخر. يعني احنا نبقى فخورين كده لما رياضي ياخد جايزه، لما فنان يعمل صيت، انما كده لما بيبقى فريق بحث علمي او شخص في مجال العلم يقول ها انا ذا، ده بيبقى له وقع ساحر علينا، لانه مش بس قليل انما قيمته كبيره، والانسانيه بتقدر ده، والعلم بيقدر ده، وبلاد الدنيا بتقف له احتراما. عشان كده احنا في غايه الاحترام والفخر بالفريق البحثي الكامل، وتحديدا اللي معانا في الاستوديو دكتور تامر النادي، دكتور ياسر الشايب، ودكتور هاني هلال، الثلاث مهندسين اللي كانوا جزء من فريق هندسي كبير ساهم في اهم كشف اثري في القرن الحالي عن اهرامات الجيزه. شكرا جزيلا.
مش بنكتب دايما اللي احنا عايزين نقوله. موسم صيد الغزلان هو رقم 9 ولد ولا بنت؟ اغنيه معموله مخصوص للروايه. انا بغمض عيني وابتدي احاول اتفرج على الحياة عاملة ازاي. امرأة غزال والرجل صياد، هفاجئ مكانة مختلفة عنه. انا مش مهتم بالكلام ده خالص بصراحة. هو مغرور عشان روايته بتبيع. عشان كده بقولك ده كلام البطل مش كلامي.